Everybody's coming now. صباح الفل عليكم. We just had a breakfast outside in America. لسه واخدين الفطار في برا في مطعم. And هنتحرك تاني دلوقتي نروح مكان تاني إن شاء الله. ويا ريت الناس الجميلة اللي بتحب لايفات أبي تكون موجودة معانا بإذن الله وتقضي وقت حلوة. ومن أمريكا أصبح عليكم بقول لكم صباح فل وقشطة وورد وياسمين على جميع متابعات أبي لندن وكر. Morning guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And that's one of the reasons I said we have to stay in the car علشان نتحرك. Oh my god, it's okay. داليا ميدو اهلا وسهلا يا داليا صباحك فل يا داليا good morning guys مرحبا مرحبا ندى اهلا منوره مدام وفاء اهلا وسهلا اشتقنا لك كثير وانتو كمان والله انتو كمان وحشتوني كثير كلكم صراحه And that's one of the reasons ان انا فاتحه اللايف علشان اقول لكم وحشتوني بجد الحمد لله انا بتحسن وفتره النقاهه بتاعتي يعني عدت على خير الحمد لله يا جماعه متشكره خالص على سؤالكم حبيبتي حبيبتي وحشاني اهلا وسهلا كبريائي واناقتي منوره الله يخليكي حبيبتي اهلا وسهلا بيكي منوراني فين وصفاتك الحلوة أجازة معلش يا جماعة أنا كل الناس عارفة أن أنا كنت تعبان عند شوية راحة بس أحاول أن أنا أستعيد صحتي وهرجع تاني للوصفات عيوني ليكو الحمد لله على السلامة الله يسلمك حبيبتي ربنا يبعد عنك كل شر شكرا يا عمر ابنة أبيها أهلا وسهلا أهلا بيكي احلى تحيه لك من الاردن اهلا باهل الاردن منوريني حبايبي عشت في بلدكم 5 سنين Just a second, I'll put my seat belt. ثانية واحدة بس أحط الحزام بتاع العربية. Yeah. And I wanted to know when is the good time. I know you work during the day. Maybe in the afternoon. When you finish work in the evening. Maybe Monday, Tuesday, any time next week. Okay, after 5 is good. Let me know what works for you. Oops. Your life. How is after 5 o'clock is good? Okay, perfect. Oh, Schmidt. Okay, she's coming. So hopefully Tuesday, if that's okay. Tuesday is better? Yes, because I'm going to work on Monday. مساء الخير عليكم جميعا. احنا عندنا هنا صباحا. If it's not Monday evening, احنا الصبح. احنا الصبح مش بالليل. We are in the morning. احنا لسه واخدين الفطار المتأخر بتاع الويك اند و نعمل one day out ان شاء الله. Sorry. Oh no, we're going home. انتي قدوة ليا وباخذ منك القوة. ربنا يقويني واقدر اقوي ناس كتير وانسيهم كل حاجة يا رب. ابي عاملة ايه احلى طاقة ايجابية. ربنا يخليك يا رب احلى طاقة ايجابية بعافية شوي. بعافية شوية معلش. بس احسن بكتير قوي الحمد لله نفسي ابتدى يتظبط الابيتايت بتاعتي رجعت وابتديت اكل الاول ما كنتش بقدر اكل ميرسي على الورد الجميل والتحيه الحلوه واكبس يا معلم علشان احنا خارجين يلا اكبس اكبس جوله في امريكا شيكابيكا مين هيجي معانا
مين هيجي معنا في الجولة دي ده تيك توك؟ مين هيجي معنا في جولة التيك توك لايف لأول مرة من أمريكا يا جماعة؟ على شجرة أو شجرة على شجرة. أحلى امرأة عربية ما شاء الله، أحب شخصيتك جدا، ربنا يخليكم يا رب. أشكركم يا أمارات، ألف شكر. أنا نسيم الهوى حاضر يا أنا. فوقت ماي سان جلاسز. لا ما جبتهاش اصلا من لندن، انا ما حضرت الشنطه وما كنتش مركزه في الحاجات دي، كان اهم ازاي الف الكام الناحيه الثانيه. عمرك شفتي الشجر الاصفر اللي عندكم في لندن؟ عندكم الشجر ده في لندن الالوان كده؟ انت بتكلمين احنا؟ انا بسالها وانتوا كمان عندنا في لندن الالوان دي مكوناتها سهلة، تقدري ان انت تجهزيها في البيت وتخليها عندك وبتعيش في التلاجة من اسبوع لعشر ايام وبتجيب نتيجة. وكمان اللي سألت عليا واللي بتحاول تعرف اخبارك ايه يا ابي، البس بيقطع؟ لا معلش ثواني بس لحد لما نخرج المنطقة اللي احنا فيها دي، معلش ثواني عم يقطع النت، معلش ثواني خليكم معايا ما تروحوش حتة. احنا ما تنسوش ان انا غريبة عن امريكا، مش بلدي، لكن في لندن ما بيقطعش الحمد لله. انا معايا unlimited نت هنا كمان، بس يمكن الشجر. خلينا نشوف بيقطع تاني ولا لا، بس انا مش هقفل، انا هفضل فاتحة عشان اشوف. alright ألف تحية من المغرب، أهلا بأهل المغرب، مشرفيني ومنوريني، متشكرة خالص ليكم. لا تمام طيب ماشي اتظبط. أنا عارفة هي الحتة دي بس لما بخرج برا الشجر بتتعدل النت دايما، يا مش بيقطع. ماشي يا حبايبي ربنا يخليكوا لي يا رب. يا اختي ايه الناس الحلوة دي، ايه الناس الحلوة الجميلة دي يا اختي يا اختي يا اختي، عسلات والله، بنحبك من لبنان. اهلا باهل لبنان حبايبي الجميلات، احلى صحاب ليا من لبنان، ونبيله وصمورة وناس كتيرة قوي قوي اعرفهم من لبنان، حلوين جدا معايا، اولاد اصول قوي بصراحة، وبيسألوا عليا باستمرار، ربنا يخليهم لي يا رب. منورة بحبك جدا، انا كمان بحبكم. ميرسي يا داليا. عم يقطع تاني، طب حاولي تخرجي وترجعي حبيبتي، لانه لو بيقطع عندك انت بس يعني ده مش من عندي اكيد. انت احلى، ربنا يخليك ويحليني في عيونكم ويحلي ايامكم ويحلي لك بقك بالكلام الحلو والطيب يا رب. يا اهلا باهل العراق وعوائل العراق، ونضرب نار لعوائل العراق الجميله الجدعان من الحبايب الحلوين. انت فين يا حبيبتي؟ في امريكا يا حبيبتي، سبت لندن بقالي اسبوع اهو، وحاليا في امريكا هقعد شويه معاهم. وحشتيني. انا كمان كنت عندكم من يومين، انت ازاي لحقتها؟ وحشكم ده انا عامله لكم واحد لايف كبير، ده انتوا واخدين حظ الاسد اليومين اللي فاتوا كمان. يا والله يا جماعه ابي لندن ووكر الكبيره اللي هي يعني معديه 391,000 سبسكرايبر، دي فيها كل الوصفات السهله اللي انتوا محتاجينها، فيها الفيديوهات القصيره اللي ما تاخدش منكم باقه، وفيها الفيديوهات الكاملة القديمة اللي هي بخيرها اللي هي فيها البهاريس كلها يعني. فاللي حابب يتفضل يدخل وحيلاقي كل اللي هو محتاجه، يعني انتوا اولى من الغريب، انتوا قدام معايا ومفروض ان انتوا تخشوا تشجعوا بنت بلدكم وتشوفوا الفيديوهات اللي محتاجينها البسيطة السهلة، علاجاتكم سهلة الحمد لله. والله انا النهاردة قريت كومنتات هي اللي شجعتني، انا ما كنتش هفتح لايف ناو، انا لقيت واحدة كاتبة وهشيرها لكم على يومياتي وهتشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم، هي كتبت في الكومنت وواحدة تانية ردت عليها تحت الكومنت كمان
هم اتنين كتبوا في فيديو لايف انا شيرته امبارح. قالت انه اشكرك الف شكر يا ابي، انت عالجتي لي بشرتي ووشي والنمش ابتدى يقل والبقع البنية اختفت. واحدة تانية كتبت انه حب الشباب كان بيطاردها وراحت لدكاترة كتير وخفت من وصفة حب الشباب بتاعت ابي. فياريت اللي حابب فعلا ياخد حاجة عن تجربة مجربة، ناس كتيرة جدا انا واحدة منهم عليك تروحي بيها يتفضل والباب مفتوح يعني يا ترحاب والله حقيقي. ألف ألف شكر. وصفة لتساقط الشعر برضو موجودة بأشكالها كتير، لدرجة أن أنا مفيش فيديو إلا لما بقول أول حاجة لتساقط الشعر الجنزبيل الفريش، أبشري وعصري، حطي منه نص فنجان على كل إزازة شامبو، ده في غسيل الشعر لوحده بيوقف وبيقلل. والوصفات بتاع تساقط الشعر اكتر من 65 فيديو انا عديتهم لتساقط الشعر، من انجح الوصفيات والاتقان والدقة والتفاصيل، علشان جابت نتيجة فعلا مع كل الناس وانا اول واحدة جابت نتيجة معي. تساقط يعني حرب، يعني انت لازم تغلبي في الحرب دي. تساقط يعني مية بصل معلقة ما فيهاش مفر، تساقط يعني جنزبيل مبشور، تساقط يعني صبار، تساقط يعني بذور كتان، تساقط يعني رز، يعني زيت جوز هند أو زيت زيتون. اختاري اللي أنا قلتهم دول وضربيهم بالمدفعية مع بعض، ضربي نار هتطلعي خلطة تعيش عندك في الفريزر، تاخدي منها على قد ما تحتاجي كل 3 أيام. يعني مش هضحك عليكي وأقولك إن أنت هتوقفي التساقط من أول أسبوع، لكن أتحداكي in 30 days في 30 يوم no more hair loose. عن تجربة شخصية مني أنا وعن تجربة متابعاتي الملايين اللي جربوها والله. عندي كولاجين ايه تعالي حبيبتي، عندي كولاجين حبوب امتى اخده؟ علشان انا ما اعرفش في الادوية الكولاجين، انا اعرف في المواد الطبيعية الكولاجين هي دي اللي فعالة وبتجيب نتيجة، انما الادوية الكولاجين انا ما اعرفش مكوناتها ايه وايه النوع البودرة اللي مخلوطة فيها، اكيد ليها سايد افكت يعني ما اعرفش. انا مش مقتنع بالكولاجين اللي بيتبلع، انا مقتنع بالكولاجين الطبيعي اللي بنستخرجه زي ما ربنا خلقه من المواد الطبيعية، لان ده نمبر 1 بالنسبة لي بصراحة. اوكي ماما دي هتزقطت والله يا بنت الايه، انا اخدها البلاي ليه مش بنشوفك على الفيس؟ ما بقتش اخش حبيبتي الفيس، ده اصلا حاجه كده بقت بالنسبه لي سنويه، وانا كنت على الفيس كذا مره لدرجه ان انا بصراحه ابتديت ازهق منه، يعني I feel like wasting time يعني، وغير امن وكل شويه اشتغل وحاجتي تتسرق، قاعده في اوتوبيس مش في فيس بصراحه. سويني انزل بس خدتها خلص. اوكي alright let me put my bag. احنا هندخل علشان نعمل شوبينج، وانا مش عارفة I don't know how to lift الكاميرا ناحية تاني. Have you got any idea how to turn the camera into the other side on this? I don't know where. Can't see. What is that? TikTok or chicken? Oh, I don't know. You don't know TikTok? No, I don't know TikTok.
مش عارفة من ضوء الشمس لما نخش في الضلمة عشان تشوفي. I have no idea how to turn it into the other side. لأن أنا عملتها عليا وأنا في العربية قاعدة. أطلع عليا أنا عايزة أفرجهم معايا على الشوبينج. عايزة أفرج صحابي على الشوبينج. مستني كده أشوف يمكن أعرف أجيبها من هنا. التكبيس ده كله فرحان ان انا لايف. التلات نقط ادخلي فيها. التلات نقط حاضر يا اختي. الناس الامراض بيساعدوني من هنا. التلات نقط. طب ماشي مش بيداس على التلات نقط خالص. معلق دول. اوكي دوسي كده عليهم. ده بتدي مش مدياني حاجة. طيب مفيش. ما هي المفروض تظهر مور وبعدين نختار منها. اصل ده تليفون. بصي الكاميرا هي. بصي ايوه شايفه دي سكن. نو نو جو باك. شوف الكاميرا دي اللي في النص. استنى هي تايم. نو ات دازنت. وين الكاميرا؟ ما الكاميرا اللي هو اصل ده التليفون الحديث ده. انا لسه مش حافظه. شايفه هنا في الكاميرا ان ميدل. او ذاتس هوم. طب هنا ده اللينك. ده اللينك ده. ده تحطي اللينك صح؟ لا مش هو خالص. انهانس. Settings, pause life support, yeah, please. One second. Show information to your life. No. اوكي I'll switch off وافتح تاني واعمل الكاميرا على الناحية التانية بقى. احفظه اصل تليفون جديد والله مش عارفة احفظه لسه وكنت عيانة ملحقتش احفظ حاجة. بس ممكن الف اللي كده. اكليك على اللايف. مش عارفة الف الكاميرا يا جماعة سامحوني. اهم حاجة انك بخير ودايما بدعيلك بالخير. والنهاردة الصبح في واحدة في الكعبة كانت بتدعيلي والله. وقبلها باسبوع كانت عزوز بتعمل لي عمرة باسمي. سبحان الله والله العظيم بجد انتوا احلى ناس وحيات ولادي. هقفل وافتح تاني. هقفل وافتح تاني. اوعوا تروحون حتة. تعالي تانية سامحوني مش عارفة لفها. I don't know how to turn it.